كنت في مجلس الإمام ابن باز رحمة الله عليه، والناس من حوله كثير يسألونه ومتزاحمين عليه. أنا في نفسي سؤال أريد أن أسأله لكن زحام عند الشيخ. فلما بدأ يؤذن المؤذن تفرق عنه الناس وهم يعرفون، وأنا ذاك الوقت لا أعرف ولا أدري، فقلت في نفسي فرصتك يا عبد الرزاق، الشيخ ما عنده أحد. ورحت عند الشيخ وسلمت عليه، السلام عليكم الشيخ، عندي سؤال. قال اسمع الأذان اسمع الأذان، عادها مرتين، اسمع الأذان اسمع الأذان. هذا قاله لي رحمة الله عليه. فالأسئلة والعلم كله يتوقف، وكان رحمه الله مطرق ويسمع الأذان ويقول مثل ما يقول، لكن جئته وبظني أنها فرصة ثمينة ما عنده أحد، فقلت عندي سؤال يا شيخ. قال اسمع الأذان اسمع الأذان. فهذه وصية من الشيخ لنا جميعا، اسمع الأذان اسمع الأذان، اذكروها وانتفعوا بها، أن وقت الأذان اسمع الأذان اسمع الأذان، وقل مثل ما يقول المؤذن، حتى لو كنت تستمع قرآن أوقف سماع القرآن واسمع الأذان وقل مثل ما يقول المؤذن. سبحان الله، هذا في بركة عجيبة عجيبة جدا تتعلق بالصلاة نفسها، وأثر ليس بالهين في خشوعك في صلاتك وطمأنينتك فيها، له أثر عظيم جدا. لما يبدأ الأذان هذه الدعوة التامة العظيمة تدوي وتوقف أنت أعمالك كلها معظما هذا النداء، مدركا عظمته ومكانته وأهميته، وتستمع إليه بدقة وتقول مثل ما يقول المؤذن، ينزل عليك من السكون والطمأنينة والإقبال على الصلاة، ويتساقط من قلبك هذه التعلقات الدنيوية والاهتمامات كلها تتساقط، وتجد نفسك منشرح الصدر لبيت الله، مبكرا للمسجد،